نحو ربع مليون فلسطيني يؤدون الصلاة في الأقصى واستعدادات للمشاركة في جمعة من غزة إلى حيفا. البرلمان الإسباني يسحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي والاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا جديدا للوزراء. والحكومة الإيطالية تؤدي اليمين وجوزيبي كونتي رئيسا للوزراء. جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. أدى عشرات الألاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، وقد تمكن الفلسطينيون من عبور الحواجز العسكرية الإسرائيلية للوصول إلى الأقصى، فيما قدرت وسائل إعلام عدد المصلين بنحو ربع مليون فلسطيني. خلال خطبة الجمعة حضر خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري بما يسمى بصفقة القرن، وقال أنها إسرائيلية بثوب أمريكي، داعيان الدول العربية والإسلامية إلى رفضها وإدانة ما يتعرض له المسجد من انتهاكات. يصوت مساء اليوم مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة. عشية جلسة مجلس الأمن قال سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها ستستخدم حق النقد الفيتو ضد تمرير القرار. يدعو مشروع القرار الذي عادته الكويت إلى حماية الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن فلسطين ترفض التعديلات الأمريكية على مشروع قرار لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا في مجلس الأمن لتأجيل التصويت على مشروع القرار بعد فشلها في إجراء تعديلات عليه، معربا عن أمله في أن يتحمل المجلس مسؤولياته ولا يتم تعطيل المشروع بفيتو أمريكي. صوت البرلمان الإسباني بحجب ثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي ليحل محله زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز بسبب قضية فساد مستمرة منذ وقت طويل وتشمل أعضاء في حزبه. أصبح زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز رئيسا لوزراء إسبانيا بعد تصويت بحاجب الثقة عن حكومة ماريانو راخوي الذي ينتمي لتيار يمين الوسط من المنصب بسبب قضية فساد. وأيد 180 مشرعا حجب الثقة الذي دعا إليه سانشيز، بينما عرضه 169 نائبا وامتنع نائب عن التصويت. أستطيع أن أؤكد لكم أنكم ستجدون في الحكومة مصدر الدعم الرئيسي، وسوف نجد في المجموعة البرلمانية الاشتراكية مصدر الدعم الرئيسي لنا. شكرا من أعماق قلبي، دعونا نبدأ العمل. وتمكن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز من تأمين دعم 6 أحزاب أصغر لإجراء الاقتراع بحجب الثقة، وهو ما منحه الأغلبية المطلقة التي يحتاجها لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من راخوي. وسيغلف رحيل راخوي بعد 6 سنوات في السلطة المشهد السياسي بالضباب في واحد من أكبر 4 اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، لكن في ظل تأييد أكثر الأحزاب في إسبانيا وسانشيز نفسه للاتحاد الأوروبي، يرى المستثمرون مخاطر أقل هناك مقارنة بإيطاليا التي أثار قادة الائتلاف فيها تساؤلات بشأن التزام الدولة بعملة اليورو. وسحب الحزب الباسكي القومي دعمه لراخوي بعد أحكام بالسجن لعشرات السنين على العشرات من الأشخاص الذين لهم صلات بالحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط في قضية فساد. وكانت المقاعد 5 للحزب الباسكي مهمة لسانشيز ليضمن دعما كافيا في البرلمان. ومن المنتظر أن يؤدي بيدرو سانشيز اليمين خلال اليومين المقبلين، ثم يختار الحكومة الأسبوع المقبل. وتواجه الحكومة المرتقبة مهمة شاقة، حيث يتوقع المراقبون صعوبة تمرير القوانين في البرلمان لكونها حكومة أقلية، حيث تحظى ب 84 مقعدا فقط من مجموع 350 مقعدا.
أدى جوزيبي كونتي اليمين أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الجمعة ليصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد في أول حكومة مناهضة للمؤسسات بغرب أوروبا تحاول خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق على الرفاهية الاجتماعية وإعادة هيكلة لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالميزانيات وبالهجرة. وتشمل تشكيلة الحكومية زعيم الاتحاد اليميني المتطرف ماتيو سالجيني كوزير للداخلية والويجي دي مايو رئيس حزب الخمس نجوم وزيرا للصناعة. هذا ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإيطالي جلسة في مطلع الأسبوع المقبل لبحث منح ثقة للحكومة الجديدة. تقدم الاتحاد الأوروبي بشكوى قانونية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التجارة العالمية على خلفية فرض واشنطن لرسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. وقالت مفوضة الشؤون التجارية في الاتحاد سيسيليا مالمستروم في مؤتمر صحفي في بروكسل قالت أن التفاوض مع واشنطن لم يعد ممكنا في الوقت الحالي. هذا وقد أكد مسؤول بمنظمة التجارة العالمية تسلم المنظمة لشكوى الاتحاد ضد الولايات المتحدة. أكدت المفوضة السامية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن الاتحاد لا يخوض حربا ضد أحد، مؤكدة أن التكتل سيدافع عن مصالحه في مواجهة الإجراءات التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي. جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بروكسل. يجب أن تعرفوا أن الاتحاد الأوروبي لا يخوض حربا ضد أحد، نحن لا نريد ذلك، لكن في الوقت نفسه يتوجب على الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه. كما أعلن رئيس المفوضيات الأوروبية جان كلود يونكر أمس أن الاتحاد سينقل القضية إلى منظمة التجارة العالمية اليوم، وسيفرض رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليست أقرب حلفائنا وأصدقائنا، لكن يجب على الاتحاد أن يدافع عن مصالحه، ويمكنني أن أطمئنكم بأن إجراءاتنا ستكون معقولة ومتكافئة ومطابقة تماما لقواعد والتزامات منظمة التجارة العالمية. ننتقل الآن لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء احتفال تغيير قيادة حرس السواحل الأمريكية. Retire the colors.
Ready? Two. Now, Chaplain Todd will deliver the invocation. A reading from St. Paul's first letter to the Corinthians, chapter 13. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I'm a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains... وقعت الإمارات وروسيا أعلن شراكة استراتيجية يشمل تعزيزا في التعاون في مجال النفط والغاز. جاء هذا خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في موسكو، حيث أكد بوتين في اللقاء أن جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك كان لها أثر جيد على أسعار النفط. وقال الرئيس الروسي أن الجهود المشتركة مع السعودية وأوبك بوجه عام حققت نتائج جيدة بخصوص استقرار سوق النفط والغاز. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش إن بلاده متمسكة بالتسوية السياسية في اليمن وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأطراف اليمنية مسؤولة عن التوصل لهذا الحل. أضاف جرجاش في مقابلة تلفزيونية أن التدخل الإماراتي في اليمن كان اضطراريا في إطار عاصفة الحزم ولمنع التوغل الإيراني في البلاد. لفت الوزير الإماراتي إلى أن بلاده قدمت أكثر من 3 مليارات دولار مساعدات إنسانية لليمن منذ بداية الأزمة، إضافة إلى فتح عدد من الموانئ والخدمات الإنسانية الأخرى. على الأرض قتل 10 مسلحين من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية جنوبي الحديدة. يأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني جديد وصفه بالنوعي في مديرية كتاف بشمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمال البلاد. وقد ذكر بيان للجيش اليمني أن قواته استعادت السيطرة التامة ومنت بشكل كامل وادي العطفين الاستراتيجي وتمكنت من تحرير المرتفعات المحيطة به، وتواصل تقدمها باتجاه مركز مديرية الكتاف، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا من الميليشيات. فيما له صلة بالملف السوري، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الرئيس السوري بشار الأسد من تهديد الأكراد بالشمال السوري. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية الفريق كينيث ماكينزي إن مواجهة قوات الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا ستكون فكرة سيئة. هذا ويتركز أغلب وجود القوات الأمريكية في شمال سوريا، كما تملك الولايات المتحدة عددا من القواعد العسكرية هناك من أبرزها في التنف وفي منبج. يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيم يونغ شون مساعدة الزعيم الكوري الشمالي في واشنطن. وقالت البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة إن شول الذي يعد أرفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ عام 2000 سيسلم الرئيس الأمريكي رسالة من الزعيم الكوري الشمالي. وخلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نائب زعيم كوريا الشمالية بنيويورك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو أن هدف الولايات المتحدة هو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية مع خلق فرصة للتعاون المستقبلي فيما بين البلدين. ينوي نائب الرئيس الكوري الشمالي تسليم رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللقاء التاريخي المزمع بين زعيمي البلدين سينقل البلدين إلى فترة من الرخاء والثقة والتعاون، وسيجنب العالم العديد من الأحداث التراجيدية. فهدف الولايات المتحدة هو نزع السلاح النووي بالكامل وخلق فرصة للتعاون المستقبلي بين البلدين وتعزيز العلاقات. وقد أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن رغبة بلاده في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال ثابتة دون تغيير.
أضاف زعيم الكوري الشمالي في لقائه وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في بيونغ يانغ أنه يأمل في تسوية قضية العلاقات الكورية الأمريكية وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على أساس مرحلة تلو الأخرى. وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استقبل أمس وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف للمرة الأولى في بيونغ يانغ. في اللقاء أكد لافروف أن موسكو تدعم السلام والتقدم في شبه الجزيرة الكورية مبديا دعم بلاده للإعلان الذي وقعته بيونغ يانغ وسول. من الواضح تماما أنه عند بداية أي مناقشة للمشكلة النووية وجميع البرامج الأخرى لشبه الجزيرة الكورية أننا نبني رؤيتنا على حقيقة أن هذا القرار لا يمكن أن يكتمل بدون رفع كل العقوبات المفروضة. أما كيفية حدوث ذلك فهو أمر يعود إلى مهارة المفاوضين، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك كله في جلسة واحدة، بمعنى أنه لا يمكن أن يتم نزع السلاح النووي خلال جلسة واحدة، ولهذا فلا بد من أن تتم هذه العملية من خلال عدة مراحل وأن تتسم كل مرحلة بوجود مساحة للحوار وللرأي والرأي الآخر. في سياق متصل، قالت الرئاسة الروسية أن قمة قد تعقد ما بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. أضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الدبلوماسيين سيرتبون شكل وموعد مثل هذا الاجتماع. ساعات وتفصلنا عن الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي يؤدي أمامها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية بعد أن تمكن من حصد أكثر من 97% من أصوات الناخبين بالانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر أبريل الماضي. تشمل مراسم جلسة حلف اليمين عددا من الخطوات البروتوكولية بداية من وصول الرئيس إلى مقر البرلمان حتى مغادرته. نرصدها لكم مع زميل محمد الشاذلي. يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية وذلك بعد إتمام الاستحقاق الانتخابي. وفق الدستور هناك العديد من الإجراءات والمراسم حتى انتهاء التنصيب، فبحسب المادة 144 من الدستور فإن الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل انتهاء ولايته الحالية، وهو ما اختلف عن الدورة السابقة حيث أدى السيسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. أما عن الإجراءات التي يتخذها مجلس النواب فهي كالتالي: أولا تحديد موعد حلف اليمين، ثم يوجه رئيس المجلس دعوات للأعضاء لحضور الجلسة التي تسمى بجلسة حلف اليمين في مضبطة مجلس النواب. عند اكتمال النصاب يقوم الرئيس المنتخب بأداء القسم الدستوري متعهدا بالحفاظ على النظام الجمهوري، احترام الدستور والقانون، رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. وفقا للبروتوكولات المعمول بها فإن مراسم التنصيب سيحضرها عدد كبير من الشخصيات العامة والبارزة إضافة إلى أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء الهيئات القضائية شيخ الأزهر البابا تواضروس بجانب أعضاء الحكومة ورؤساء وملوك بعض الدول العربية والأجنبية. أما بعد انتهاء مراسم حلف القسم ترفع الجلسة لتبدأ رسميا ولاية الرئيس السيسي الثانية والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة. الولايات المتحدة الأمريكية مع كلمة الرئيس الأمريكي ترامب أثناء احتفال تغيير قيادة حرس السواحل الأمريكية. لقد وصلنا لنقاط مهمة الآن. الآن معدل البطالة 3.8 فقط. البطالة الأمريكية الإفريقية قلت بشكل واضح، وهذا حدث تاريخي ونحن نتشرف جدا بهذا. وفيما يخص المرأة في هذه المجالات هي أقل نسبة بطالة بين النساء في 90 عاما الماضية. وسوف أقول قريبا أن هذا تاريخ جديد سوف أتحدث عليه حديثا. يشرفني أن أحتفل معكم اليوم مع دان كوتس. شكرا لك على حضورك دان وأليس
ومكلن وكل القيادات الحاضرين ومن قاموا بأعمال مهمة والعديد من قادة الجيش الأدميرال والعميد وغيرهم دعونا نصفق لهم تفضلوا بالوقوف من فضلكم وناس عظماء شكرا لكم لقد اجتمعنا اليوم لمناسبة خاصة جدا نحن هنا لنغير قيادة حرس السواحل الأمريكي ولنحتفل بالمسيرة الوظيفية للأدميرال باول زوكوفت قام بعمل رائع عائلته فخورين جدا به وعلي أن أقول لكم نيابة عن الشعب الأمريكي أشكركم على حياته التي قدمها في خدمة أمريكا وتهانينا على كل ما أحرزه لنصف قرن 25 عاما خدم حرس السواحل هذا وقت طويل جدا 45 عاما عفوا How good does he look? 45 years. هذا رائع خدمة من لمدة 45 عاما يجب أن يكون شيئا رائعا حدث في حرس السواحل لقد قاد كل المهمات خلال كل هذه السنوات ولم يتخلف أبدا أو يتكهكر ولم يفقد أو يخسر أي تحدي لأكثر من 40 عاما قام بقيادة حرس السواحل الأمريكية وقاد بكل المهارات الرائعة وكرس حياته بمنتهى الفخر واليوم نشكر زوجته لخدمتها كذلك لأنها كرست وقتها كمراقبة للعائلات الأخرى ولدعمهم على مر السنين تفضلي بالوقوف شكرا لك إذا كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتحدث في أثناء تغيير حرس السواحل الأمريكية تحدث على نسبة البطالة انخفضت أثناء توليه حكمه كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة فيما بين السيدات وقد وجه الشكر إلى القوات البحرية والسواحل البحرية على إنجازاتها طوال هذه الأعوام الكثيرة حيث أن حرس السواحل الأمريكي أو خفر السواحل الأمريكي أنشئ في عام 1780 وهو نوع من أو فرع من أفرع القوات المسلحة الأمريكية النظامية السبعة وخفر السواحل هو القوة البحرية العسكرية الأمريكية المتعددة المهاب القريبة أيضا من نوعها ما بين فروع القوات المسلحة الأمريكية ومهمتها هي الإنقاذ وأيضا تنفيذ القانون في المياه المحلية أو المياه الدولية على حد سواء افتتح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك مغارة العذراء في منطقة شجرة مريم بالمطرية وتضم أهم المعالم التي زارتها العائلة المقدسة ترأس الأنبا إبراهيم صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بحضور من قيادات وأساقفة الكنيسة تعود هذه المغارة إلى أواخر القرن الرابع الميلادي وسرعان ما جذبت عددا كبيرا من مختلف المناطق في مصر وفي خارجها كواحدة من وجهات السياحة الدينية المسيحية إلى هنا تتابع معكم هذه الجولة الإخبارية إليكم أهم العناوين. نحو ربع مليون فلسطيني يؤدون صلاة في الأقصى واستعدادات للمشاركة في جمعة من غزة إلى حيفا. البرلمان الإسباني يسحب ثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي والاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا جديدا للوزراء.
والحكومة الإيطالية تؤدي اليمين وجوزيبي كونتي رئيسا للوزراء. شكرا لكم وإلى ملتقى.